مع مقدمات موسيماني تفكر تلعب ماتش الذهاب ازاي؟ يعني بدايه كده ايه هي طريقه اللعب الانسب؟ هل بتميل انه مستر موسيماني يبني او يرسم خطه اللعب بتاعته بالشكل اللي يتناسب مع المواجهه مع الوداد على ملعبه ماتش ذهاب في قبل نهائي دوري ابطال؟ عندي مشاكل الى حد ما في الاوراق اللي انا بلعب بيها في النادي الاهلي، ولا تفكر اكتر او تميل اكتر انه يثبت الطريق نفس طريقه اللعب؟ هو بص، هو في الطبيعي ان لازم تثبيت طريقه اللعب دي هي الاساس. هو لعب في الماتشات الاخيره كلها، خد بالك انت عندك خط الدفاع كله تقريبا مش موجود يا كابتن اسامه. يعني لا لا، انا مش بتكلم على تغيير افراد. انا بتكلم على طريقه اللعب. بس يعني مثلا في الماتش اللي فات ده حمدي فتحي وياسر ابراهيم، الماتش اللي قبله ايمن اشرف ومحمد هاني، يعني اقصد اقول الراجل برضو الورق اللي معاه ممكن يخلي طريقه اللعب صعبه شويه، يعني بدل ما العب باثنين في نص ملعب لا اخليهم ثلاثه وارمي قدام لعيب لوحده، يعني في حاجات كتير. لا ما هو بص الافكار كتيره في التدريب، والافكار ما بتبقاش فكره واحده سليمه، يعني بيبقى في وجهات نظر واحده واثنين وثلاثه، وممكن الثلاثه سلام والثلاثه ينجحوا. فكل مدير فني بيفكر باحسن حاجه من وجهه نظره هو الشخصيه. تمام، مش شرط، يعني انت ممكن تقول وجهه نظر تبقى سليمه وهو على فكره طبعًا، وانا طبعًا اقول وجهه نظر تبقى سليمه صح، اكيد طبعا، يعني يمكن الناس غايب عنها ده. أيوه، فاهمه انه الكوره يعني ده قانون، يعني أيوه ان الفرقه دي حاجه واحده صح والباقي كله غلط. سواء في طريقه اللعب، أيوه، سواء في الافراد اللي بيلعبوا. فانت لو قلت لك عندك مشكله في خط الدفاع، بس مبدئيا هو الراجل لعب في الثلاث ماتشات 4-2-3-1. تمام، يعني ابتدى، احنا شفنا فايلر قبل ما يمشي كان ابتدى 4-4-2 شويه، يلعب 4-4-2 شويه، وبيودي مجدي قفشه ناحيه اليمين شويه. بيلعب باجي ومروان قدام، او اجايو مثلا باجي قدام، وبيلعب ناحيه الشمال مثلا اي واحد سواء جرالدو باجي. وكانت اللعيبه بصراحه مهنجه فيها، يعني احنا بصراحه يعني حسينا انه يعني اللعيبه مش قادره تفهم الطريقه بشكل كبير، يا اما احنا مش قادرين